ميدو كمان وكمان. وهنا لانه كل مشكله تحصل في التحكيم يراد منها ان تتحدف طوبتين على النادي الاهلي، ويبقى الهدف ان انا اصدر صوره خاصه للاشقاء العرب بره انه الاهلي بيكسب بالطريقه دي. احمد حسام ميدو وهو واحد من اللي خاضوا تجربه احتراف كبيره وحد عنده فكر طبعا اداري ورياضي نقف عنده، لكنه كتير لما بيبقى مثير للجدل بآرائه، خاصة لما يبقى فيها تحولات كبيرة وتحولات قريبة. ميدو كتب تويتة قال منظومة التحكيم دي كانت يوم 4/11، منظومة التحكيم في مصر كفيلة بإفساد أي بطولة، صراعات تاريخية بين كبارهم على مر الأجيال أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، الجمهور المصري فقد الثقة في التحكيم المصري بفضل أهل التحكيم. إذا تعاقد اتحاد الكرة مع خبير تحكيم أجنبي لإدارة المنظومة سيحاربه أهل التحكيم بكل قوة وسيتعمدوا إفشاله، وإذا جئت بحكم دولي مصري سابق لإدارة المنظومة سيحاربه أتباع خصومه المصريين. أخطأ بالجملة في السوبر المصري ده عشان الأهلي فاز، وفي أول جولة من الدوري تنذر بموسم كارثي على المستوى التحكيمي. ده ميدو 4 نوفمبر بهذا الشكل. طيب ميدو 8 نوفمبر، هنا بقى التحولات. هنا في الأول التحكيم كارثي واللجنة بايظة والسوبر الأهلي خده عشان التحكيم. ميدو بقى 8 نوفمبر قال لك الأحداث اللي بتدور دلوقتي على المشاع بتبين لك ليه الزملكاوية معتزين بزملكاويتهم. التمريرة دي باصة من ميدو للخليج العربي في محاولة انك انت تقول لهم الزمالك، لما الجملة اللي قالها المهندس عادلي بطولته بعشرة، فقال لك بتبين لهم ان الزملكاوية معتزين ليه بزملكاويتهم. بكل بساطة لان البطولة اللي بيفوز بيها الزمالك في وسط هذه الاجواء بمليون بطولة، ودلوقتي العالم العربي كله بقى شاهد علينا. بصوا الباص ده ثرو باص بقى، العالم العربي كله شاهد علينا وعلى اللي بيحصل فينا. انك تفوز ببطولات في عز الارهاب المعنوي اللي بيحصل لكل المسؤولين، فارفع راسك فوق انت زملكاوي. طبعا كل التقدير للزمالك وكل التقدير لجمهور الزمالك ان يفخر ويرفع راسه، ده نادي شعبي محترم ونادي شعبه عنده بطولات. لكن ايه بقى حكايه ان بطولته بمليون من اللي النادي بياخدهم؟ القياس ده جه منين؟ والاعتزاز بالزملكاويه شيء كويس، الاعتزاز بالاتحاد والاعتزاز بالاسماعيلي والاعتزاز بالمنصوره والاعتزاز بكل كيان شعبي، لكن فكره ان انا افسر للاشقاء العرب من جمهوره طبعا على تويتر ان الزمالك معتز لانه بطولته بمليون من التانيين بياخدوهم، طب ما تخلي ميدو نفسه يرد على ميدو بتاع 8 نوفمبر. ايه رايكم؟ ميدو ذات نفسه شحمه ولحمه وفكره وافكاره وهو مدرب للمقصه كان شايف الزمالك فاز ازاي عليه. النهارده بنلعب الزمالك والتحكيم بصراحه الشوط الاولاني فكره الجول مش اوفسايد 2 متر. كابتن ايمن بصراحة. كابتن ايمن قدامه وحسب اوفسايد. الفاولات كلها اللي بيحسبها علينا الشوط الثاني اللي منها دخل الجول ما فيهاش ولا واحده فاول. دخلت بين الشوطين بقول للحكم حرام عليك يا كابتن الكره مش اوفسايد 2 متر، حرام يا كابتن ايمن طردني وطلعني بره. هو يقول ان هو طردني ليه؟ لو في لفظ سيء يعني انت بتتكلم بشكل عادي. لو في لفظ سيء طلع من بقي انا مستعد يعني ما اقعدش في المدرج اروح بيتنا. لكن يا جماعه ما ينفعش يبقى احنا بنتعب وبنخلص كل حاجه وبعدين التحكيم بنلعب الزمالك والتحكيم. بقول لنادي الزمالك كابتن محمد صلاح مبروك النهارده النقطه من وادي دجله، النتيجه الطبيعيه 4-1 لوادي دجله. ها اتفضل ايه؟ ما هو قال كل حاجه. طيب بصوا يا جماعه، هو الـ 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 المقارنه هنا لما الشخص بيبقى في موقع المسؤوليه بيدير فرقه زي المقص وبيدار بشكل مباشر من نادي الزمالك او من التحكيم
اللي ميدو بيقول لك انا كنت بلعب ضد التحكيم والزمالك. ده مش امر واضح جدا؟ ده مش كلام في منتهى الوضوح؟ انما فكره ان انا باستمرار عايز اقلل من شان بطوله الاهلي حققها المساله لا، لانه الكلام ده كان ممكن يحصل في سنوات سابقه. الاشقاء العرب اللي بتدعي لهم البيعه دي ما كانوش بيشوفوا ايه اللي بيحصل في الدوري المصري، لكن اعتقد كلهم شافوا محمد عادل وهو بيغير رايه برغم اللي نطق بيه قدام كابينه الفار، قدامه مونيتور وبيقول له لا يخرب بيتك يا ميدو، على ميدو سلامه، ده جاي من الارض. العرب نفسهم الاشقاء العرب اللي بتتبصلهم الباصه دي وبتتبع لهم البيعه ديت شايفين الحقيقه وعارفينها، ما عادش الكلام زي الاول. فاتمنى كل نادي يحترم حق الاخر في انه يكسب بطوله. ميدو في فترات كتيره بيشيد، احنا جبناها النهارده في موقف ايجابي وهو بيلوم ايهاب الكومي على اللي قاله على امام عاشور، لكن لما بيبقى فيه حاجه هدفها الاساسي المساس ببطولات الاهلي او بجداره الاهلي بتتويج ببطوله بيبقى لازم نرد.